مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في نشرة احوال الطقس النهاري اليوم من قناة الوطنية تيفي. اذا نبدأ نشرتنا الجوية بهالصورة اللي اخترناها لكم لنهار اليوم، هالمتحف الرائع متحف هيبون بعنبة. بالنسبة للوضعية المرتقبة بعد الظهيرة ان شاء الله استقرار جوي يبقى في المواعيد، تبقى الاجواء مشمسة والسماء صافية لكل من الولايات الشمالية الوسطى والصحراوية وصولا الى اقصى الجنوب بعين قزام. بالنسبة لدرجات الحرارة، درجة الحرارة تبقى محسوسة في المناطق الداخلية والوسطى، لذلك نسجل 21 درجة بعنبة، 19 درجة بقسنطينة وسطي، 22 درجة بالعاصمة، 32 درجة بإليزي، 33 درجة برج باجي مختار، أقصى الجنوب ب 40 درجة، وتندوف ب 32 درجة. للملاحة والصيد البحري، البحر هذا اليوم سيكون قليل الاضطراب بالسواحل الوسطى، مضطرب بالسواحل الشرقية وهائج بالسواحل الغربية. الرياح تبقى خفيفة على العموم متغيرة الاتجاهات، طبعا شرقية غربية لا تقل سرعتها عن 25 درجة. أما عن غروب وشروق الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 9:24 دقيقة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا الجوية، مع اليقين نقول لكم صحة فطوركم صحة شربتكم في عدد لاحق. سلام.